اهلا بكم في قناة تويتا. Thank you. نشر الفنان محمد رمضان هذا الفيديو من طائرته الخاصة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت مضيفة الطيران وهي تغطيه أثناء نومه، وعلق قائلا: المضيفة الحنينة رزق. وأثار هذا المقطع استياء عدد كبير من جمهوره، موجهين له اتهامات بانتهاك خصوصية المضيفة التي تمارس عملها من خلال تصويرها ونشر الفيديو. كما تساءل آخرون عن سبب تكرار أخطائه، خصوصا أن قضيته الأخيرة ما زالت أمام القضاء المصري حتى الآن، فيما اتهموا البعض الآخر بالتباهي كمحدثي النعمة. وتفاعل عددا كبير من الجمهور مع الفيديو، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: مش عارف تغطي نفسك يا حبيشة، وتعليق: يتعمد يستفز الناس، وتعليق: بيحب يتدلع، وتعليق: ما أحبه بس بفلوسه خليه يتدلع، وتعليق: للأسف ما يتصرف كممثل مصري مثل الأجيال السابقة. من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أمس الأربعاء أغنية جديدة أنا البطل عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما يواصل تصوير مسلسله الرمضاني موسى، والذي يشارك في بطولته سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر ريحانة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر وأمير صلاح الدين وضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. ويذكر أن محمد رمضان كان أثار الجدل في وقت سابق عبر نشر فيديو له من داخل كمرة الطائرة إلى جانب قائد الرحلة أبو اليسر، ليشارك متابعيه تجربتها الأولى في قيادة الطائرات من القاهرة إلى الرياض، ما دفع قائد الرحلة لاحقا إلى مطالبته بتعويض يقدر بمبلغ 25 مليون جنيه مصري عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، إلا أن المحكمة أجلت القضية إلى جلسة 10 مارس الجاري لإعادة إعلان الممثل المسؤول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوة. ويذكر أن وزارة الطيران المصرية أصدرت تعليمات إلى سلطة الطيران المدني بإلغاء رخصة الطيار أشرف أبو اليسر وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.